الفترة المسائية، بينما ينطلق هذا الشوط حاملا تحديات الناموس، ومن خلال هذه الانطلاقة ومسار الجعادين في هذه اللحظات تنطلق دفعة أخرى من هذا التحدي ومن هذه الأسماء. مشاهدينا الكرام، مع مختلف هذه الشعارات المشاركة في مساء هذا اليوم، نسير بالمرحلة الأولى والبداية الأولى على الإطلالة الأولى. هنا نجد متعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم في عملية تضمير لدى سعيد بن سالم الينيبي، بينما المركز الثاني يصل مقصص على ثاني المراكز في هذه اللحظات التابع لهجن العاصفة، بينما في التضمير والمتابعة الواثق حمد بن راشد بن غدير النقلة التالية على المركز الثالث. هنا يأتي نشوان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم راشد بن سعيد بالغافرية في عملية التضمير والتدريب المركز الرابع. نشاهد الآن في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، هنا في هذه اللحظة صغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عملية تضمير لدى علي بن راشد بن حمد بن غدير، هو الآن من يتابع على المركز الرابع. النقلة التالية على المركز الخامس، الخامس هنا في هذه ارسال ياتي في المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عملية التضمير او هملول، بينما في عملية تضمير الخطير احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. الكرام الى هذه اللحظات، عودة مشاهدينا الكرام إلى مقدمة الشوط والعودة إلى الحنيش. لا زال من يسيطر على المركز الأول الحنيش لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم عملية تضميره وتدريبه. مشاهدينا الأعزاء، تبقى لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، ولكن أرى المركز الثاني في هذه اللحظات تدخل من متعب مع اللوحة 1200. هنا متعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والمضمر سعيد بن سالم الينيبي، ولكن والوال والوال وبجر له موال، هذا هو والوال لهجن العاصفة يتدخل الآن مع الكيلو الأخير ليحتل المركز الثاني مع الواثق حمد بن راشد بن غدير من يتابعه في هذه اللحظات. أما المركز الثالث، لكن نعود خلونا مع القمة الثنائية بين الحنيش وبين والوال، ولكن مسار الشوط الله يا والوال 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 هنا في هذه اللحظات بيرون له ملوال، بيتابعونه كل الجماهير كل العشاق في هذا الأداء في هذا التحدي مع الموال. هذا هو الولوال مشاهدينا الكرام، والوال يأتي على صدارة هذا الشوط في قمة الأداء مع هجن العاصفة في تحدي هجن العاصفة في هذا إلا مساء جميل. الله، هذا هو والوال، بير له موال، بغني له موال، بعزف له الموال والألحان مع المركز الأول في صدارة الشوط ليحتل المركز الأول وفي قمة هذا الشوط. هذا هو والوال المسيطر على أدائه، المسيطر على تحديه مع شوط المهجنات الأصايل. هكذا هو المسار، هكذا هو التحدي مشاهدينا الأعزاء، لتبقى هجن العاصفة دائما في القمة، دائما في القمة والتحدي والمسار. والوال بدون منافس على الإطلاق حتى هذه اللحظات، وهو سيد الموقف وسيد الأداء، سيد التحدي تحدي في هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، هذا الفوز وهذا التحدي. هكذا هي لحظات وصول الى خط النهايه، بينما المركز الثاني ياتي الحنيش لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز الثالث شاهين لسمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم، المركز الرابع يصل متعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والخامس يصل مقصص لهجن العاصفة. مشاهدينا الكرام، هكذا كانت النتيجة لتحديات هذا الشوط ولقاءه، ولكن نعود بحضراتكم أيها الحبل الكريم إلى التوقيت الزمني. 7:38، 6 أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي حققه والوال مشاهدينا الكرام في انطلاقات هذا الشوط. ثانية لهجن العاصفة وإلى الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثاني في هذه اللحظة 7:42، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوب على فوز الحنيش في ثاني المراكز، والثاني الخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، بينما اللي وصل في المركز الثالث كان شاهين لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم. وتهانينا كذلك لمضمر سيف بن مبارك بن غويث، 7:48 و9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. التحية متواصلة وتجديد لقائنا بكم مشاهدينا الكرام، يتواصل من خلال استكمال مسار أشواطنا في جولتنا الثانية من جولات التميز.